يا علم مصر او علم يا وحش وحش ما بعرف من وين صراحة. هلا كمان رح شيك سيكا ضد بيني، مصر ضد ألبانيا كمان. فشباب الرومات بكرة لسه أقوى من الرومات اليوم، متخيلين؟ ف الله يسعد لياكم جميعا. أسألكم بالله، نسينا اللايك نسينا الشير، نبدأ على بركة الله. خليني أشيل هاي، شيل هاي هيك معي حاجة. أنا آسف والله كنت عم بوضح الليست والبتاع. لا 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 أنا بوي أمام بنزان، أنون بوي أمام بنزان. هاي روم قوية، هذه روم كبيرة والله يا شباب. الروم كانت الرومات حاليا اليوم والله من التوب. ليبي باندا من أقوى اللاعبين الليبيين أنا سمعت شباب. يعني عندك ديفندر وعندك باندا، هدول توب ليبيا هيك سمعت. صح فول في أقوى بالزبط. في بريك بالزبط. بريك كمان قالوا في بريك بريك وفي ديفندر وفي مين أقوى واحد فيهم من ليبيا يا حفلة؟ ديفندر. أنا بشوف ديفندر. ديفندر ديفندر. النون بوي ضد اللي هو اسمه ايه كان ده؟ باندا 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 باندا. لاعبين ثلاثة من مصر، لاعبين من مصر. بالظبط. ايوه اوف ايه لا مستحيل. هومي مين هومي؟ مستحيل هومي ضد النون بوي؟ هومي هو باندا مستحيل. صح؟ هومي هو باندا؟ هو مسجل انه باندا. يبقى هو يمكن هومي دخل بالحساب مش عارف والله بالضبط. على كل حال خلونا نشوف. المهم المتعة في الروم صراحة. هومي ده لعيب يا حفلة؟ صراحة هم الاثنين لعيبة اساطير، هم الاثنين والله. يعني راح نشوف اقوى روم في البطولة حاليا. يعني اعتقد روم النهائية هتكون من ضمن اقوى رومات في البطولة بصراحة. اوف. طيب لايك واحد على 3000 لايك شباب. لايك واحد الناس اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الناس المتابعة يكبس على المتابعة. لا اطلع لك من الشاشة 100 وردة. ناس المتابعة كبس على المتابعة يا حبيبي كبس. بوي. بسم الله بيرزع مرة الضغطة مباشرة، ممكن تعدي ممكن لا. يا اخي بعجبني النون بوي، بعجبني لعبه اخي. ليك ليك بش ما عنده اي مشكلة. شوف لا شوف لا شوف لا لا دي حقيقة يا تردد يا اخي. شوف اللعب، خلي بالك من النون بوي، خلي بالك من الساعة. يا عمر تستيح امي الان نفسك يا مرة ثاني. يا وحش. غلط غلط من الليبي. غلط والله غلط. انا قلت لك من الروم، انا قلت لك هذا الروم في شيء ثاني. شباب علق بعلم مصر او علم اوف، علق بعلم مصر او علم ليبيا، مين راح تشجع؟ انون بوي المصري او حوما حيم احومي اللي هو باندا الليبي؟ علق بعلم البلد اللي بتحبه. من صفر اتحرك يا مرة تاني من زمين اول لاعب الضغط المباشرة. السيناريو اللي متعودين عليك العادة، السيناريو اللي متعودين عليك العادة. هذا ضغطة ميدان كبيرة. 2-0 مربيا النون بوي. ممكن بالثالث اكيد 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 يا انتي بالثالث النون بوي يا عمي. هذا النون يا عمي كل خليفات عليك عادة بستاري بحزان دينا النون بوي. ممكن انكل ممكن انكل يا عمري يا النون وحش. انا بصراحة الصورة بصراحة شايف ان الراجل ده فتح. الراجل ده من المرشحين للبطولة شباب. النون بوي صراحة 3-0 الان بيحاول مرة ثانية. النون بوي ممكن ضغطة ميدان كبيرة عدت المجال. النون بيحاول مر بيها الرابع حاول يقصي يا وحش. ولكن وحش باندا حومي بيرسع مرة ثانية. حومي نقول باندا ولا حومي يا حفلة؟ حومي هومي. ما هو باندا اللي مشارك لازم كان. بس اوكي يلا روح حومي. يا الله يا سام يا اخي زكي يقطع عينه. شو هذا؟ لا 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 لا. تعرف حفلة اني انا فايز على النون بوي؟ مين؟ انا. لا جد مرة دخل لي على الحلبة خسرته عن جد بتذكر اقسم بالله.
هيك بتذكر انا والله ما بعرف اذا هو ولا مو هو بس بتذكر بلا هو انه ضد اها يا الله يفضح عينك ما العبك يا الله على هذا الحال افسي تاني يا عبي افسي تاني يا عبي ارجع مره ثانيه اذا خسرت ليبيا معناتها شباب املنا بديفندر وبريك والله املنا بديفندر وبريك ضغطت ميدان كبيره مر فيها هذا اللاعب لمسه ثانيه كن 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 مرحوم ياتي نايس هلا انا اول شخص بشوفه ببش بالبطوله كامله قانون بول هو قانون لا هو على يا شباب شوف كيف بيطلع اوبن يا شوف كيف ببش ما بخاف ما بخاف اللاعب الذي لا يخاف هذا لقبه لقانون بوي يا اخي نرجع مره ثانيه من زريد اسطوره يا عمري نرجع نشوف هذا الروم الحماس اي والله والله هذا اللاعب الحكومي بيرجع مره ثانيه بس تبي يحاول بس تبي يحاول ولكن هناك لاعب يمتع النون بوي بيدي حرمت مره ثانيه اوه اي عسل احفظوها شباب رومات النون بوي متعه عن جد متعه انا متحمس لاشوف روماتو رومات الفاليين اقسم بالله اكثر واحد متحمس شوف روماتو النون بوي يا الله على اللاعب خمسه سته ثلاثه الان الستة ثلاثة الآن ممكن مرت من السميع مرت من السميع أعلن تركة كبيرة في الميدان الستة ثلاثة يرجع تانا نمبوي يحاول الآن ضغط مباشر على طريقة وحش يا عالكل يا عالكل يا عالكل ولك يا عمري يا دحومي دحومي مين ده يا حومي وحش حومي وليد سبيل من خلص كل شيء يا حومي ولكن انه بول يا حومي والله توقعت فاز اقسم بالله توقعت قتله وحش والله والله وحش هاي لقطة تيك توك 3 مليون مشاهدة نرجع مرة الان ضغطة ممتازة حبيبي قوم في صراصير يا شباب مص الارض في صراصير في 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 دبين في جرادين بالارض قوم وقف يفضح عينك الحومي الان اما على الطريقة زي ما كالعادة بنشوف سيناريو كبير النوم بوي بس يا النوم بيمتع النوم بوي بالحلبة بيمتع والله بيمتع بنحاول كالعادة لعبة النوم بوي وقصص النوم بوي في هذا الميدان لم تنتهي بعد هذا اللاعب بيرجع مرة ثانية من جديد بوست بكات النوم بوي بوست بكات النوم بوي بوست بكات هذا اللاعب الأمامي الديبي وحش يا حمدة ممكن 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 طلقة 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 وحش النون بوي طلقة طلقة النون بوي لعبه غريب النون بوي لعبه غريب وات هذا كل البطولة شباب كل البطولة لا بصراحة لا كل البطولة ها لا 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 أنا آسف كل البطولة ما هل النون بوي هاد شباب الله يفتح عينك يا نون بوي خلاص اخي احتموا لي البطولة اكتبوا لي مبروك النون مبروك النون اكتبوا لي العقد مبروك شيل يا طويل العمر شيل الله يفتح عينك شو هاد
بس علي بالطلاق لو انت مفعل ما هيك، لو مفعل لو مفعل ما هيك. بصراحة أنا مصر أم الدنيا ونسر أبوها. لا حبيبي حبيبي يا معاذ، جي جي والله وحش. لا أنا ما شفتش كده بصراحة.